بعد الإعلان، الزواج المدني، زوبعة في فنجان أم كرة ثلج؟ الزواج المدني، رئيس ميقاتي ما بده انه ينطرح، رئيس الجمهوريه بفضل انه ينطرح، المفتي ابدا مش لازم نحكي بالموضوع، وامبارح الرئيس سعد الحريري بفضل كمان انه ينطرح. وين صرنا؟ قبل ما نحكي عن الموضوع خلينا نشوف هالريبورتاج من بعدها، بسال كل الاسئله مع لزميلتي بولا يعقوبيان اللي موجوده معنا، بس بالاول ريبورتاج. كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان على تشريع وتقنين الزواج المدني ولو اختياريا هو مرتد، هو مرتد وخارج عن دين الإسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه الفتوى أثارت ضجة كبيرة، فارتطمت أحلام بعضهم بدولة مدنية بالواقع الطائفي. ولكن هل تتشابه نظرة الأديان إلى الزواج المدني الاختياري؟ وكيف تقارب الكنيسة هذا الزواج؟ وهل يكفر من اختار الزواج مدنيا؟ الكنيسة تحترم حرية الشخص، وهي بتقول لأبنائها أن البلد يتزوج والمؤمن يتزوج بالكنيسة بيمارس الزواج المقدس. أما إذا أي شخص راح عقد زواج مدني أو غير مدني يحرم بذات الفعل، هو بيحرم حاله، يحرم من الشراكة مع المؤمنين بالكنيسة، يعني من ممارسة الأسرار ومن تناول القربان المقدس. أما إذا إجا أولاد من هالزواج الكنيسة بتسمح به منح سر العماد للأولاد. هل يعتبر الشخص الذي يتزوج زواجا مدنيا مرتدا وخارج عن الدين المسيحي؟ نحن ما فينا نقول مرتد وخارج عن الدين المسيحي، احنا منقول الكنيسة أم ومعلمة. الإنسان المعمد لو تعرض لا سمح الله للموت، الكنيسة بهذا الموضوع بتنظر بعين الرحمة وبندفن. لا، بندفن بالكنيسة. لم تفاجأ جمعيات المجتمع المدني التي تدعم الزواج المدني بموقف المفتي بل بصيغته. ما كان في لزوم للأسلوب يلي صار يلي نفر الجميع الحقيقة. وبتاريخ لبنان بحب طمن كل اللبنانيين، ولا مرة كفروا حدا من كل اللي تزوجوا مدني ومن كل المسؤولين اللي حكيوا بالموضوع، وهن من مختلف الطوائف. على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون لبناني للأحوال الشخصية قدمته الحملة المواطنية منذ عام 2011، حظي بدعم عدد كبير من النواب لكنه لم يناقش حتى الساعة. وأنا بتمنى على رئيس الحكومة أنه يكون رئيس لحكومة لبنان يعلن موقف محاور حر برأيه الشخصي، ولكن يعلن موقف محاور حين تطرح الحقوق للمعالجة ما بنجي منسكرة. بين الدين والعلمانية خيار محق، فبأي حق يسلب المواطن هذا الحق؟ بولا بونسوار. مرحبا. أول شيء بدي لك مبروك لأنه مبارح إجاك دعم لحملتك من الرئيس سعد الحريري لايف على الهواء، وقال أنه هو منه ضد، يعني بيحترم كل شخص دينه. هو بس قال شخصيا ما بيحبز الجواز المدني، ما ممكن أولاده يتزوجوا زواج مدني، إنما اللي حابب يختار هو حر. ونحن أكثر من هيك موقف ما بدنا، نحن ما بدنا حدا، ما عم نشجع على الزواج المدني، ولا عم بيجي أنا عكس هيرش لازم تتزوج مدني، المدني أحسن، أبدا. نحن عم نقول في مجموعة من الناس حبوا يختاروا الزواج المدني، هؤلاء مش مضطرين يسافروا يتركوا بلدهم يروحوا على دولة تانية يدفعوا كل التكاليف تيجوا هون يسجلوا العقد بشكل طبيعي وعادي. لا، هول مفروض نفتح لهم مجال وتشريعات اللازمة ليتزوجوا على أرض لبنان ويسجلوا عقدهم. وأنا سمعت كمان، خليني أقول لك وين عم بيصير، بس ترداً على الريبورتاج، وين عم بيستخدموا نوع من الخبث والخديعة والكذب. نحن عم نقول مسألة تسجيل العقد للدين الإسلامي وللدين المسيحي قبل 100 سنة كانوا يسجلوا العقود، كنت تتجوز يعملوا ورقة، قبل يمكن ما في حتى ورقة.
يتجوزوا خلص، يقبلوا مع بعض، يكون في خورة، يكون في شيخ بمحلات، في مأزون بيكون موظف دولة مش حتى يعني رجل دين، يتجوزوا وخلص انتهى الأمور. مسألة تسجيل الجواز شغلة عمرها يمكن 90 سنة 80 سنة قد ما كانوا، شغلة منا ضمن الدين. لا لقلك نحن عم نقول في ناس بدها تسجل المدني، يمكن هؤلاء يتزوجوا زواج ديني مثل ما عملوا نضال وخلود، يعني يعملوا اثنين نضال وخلود، أخذوا بركة الشيخ بس بدهم يسجلوا العقد المدني، هيدا مفروض يكون حق متاح لألون. بكرة إذا ضلينا مسكرين بيروحوا 3000 4000 دولار بيحطوهم بيعطوهم للدولة القبرصية اللي مش عايزتنا، اللي صارت مزدهرة على حسابنا، اللي صار في إعلانات سياحية روحوا تجوزوا بقبرص، بيجوا بيروحوا بيسجلوا بكل سهولة. انتبه سفارة لبنان بتساعدك تسجلوا. سؤالي هو اليوم موقف المفتي مع كل احترامنا له كان قاسي، يعني اليوم بده يكفر اللي بيتجوز مدني بلبنان بس ما بيكفروا اذا تجوز بقبرص، ما فهمتها مزبوط. لا لك شغله، لبنان بتعرف فيه هول بقدونساتي وبقدونساتك وما لك حق تحكي، ما تفوتني بهالسجال، ما بدي اكون باي شكل من الاشكال معقول عم برد على سماحه المفتي. لا اكيد أنا بس عم انا عم بسال أنا عم بحكي شو الفرق بين الاثنين. عم بحكي عن سماحه الحريه، اذا الحريه مبدا مهم ومعيار مهم ونحن هيدا بلد بيقدس الحريات، حر الانسان يختار وين بده يتزوج وكيف بده يتزوج واي عقد بده يسجل. ما حدا بقى يجي يقول انه هؤلاء بيكونوا خارج الدين وما خارج الدين. بدي اقول لك شغله، في ناس مسجلين عقد زواج مدني وما مزوجين الا مدني، مش مثل نضال وخلود راحوا عند الشيخ. في كثير انا اوكي وانا بس بدي اقول لك في كمان مسلمين انتخبوا وتوزروا ووصلوا لأعلى مناصب. ما بعرف عيلة لبنانية ما عندها زواج مدني أو زيجتين، يمكن باستثناء بيت الحريري ما عندهم بعتقد، بس غيرهم عن جد ما في يسميرك. كل العيال نحن بنعرف بعض من دار رايحين جايين على قبرص معزومين على زيجات مدنية. كمان مرة بدي أرجع على الموقف، من عين الفقير ساج. نعم. إذا ما معك تيكت وأوتيل بيجوا بيجوزوا، شو معك؟ شو فيك تعطينا؟ شو فيك تجيب؟ أي كان يلا منخدون. طب وإذا بدك تطلق كمان في مذاهب بتطلق بكل سهولة، طوايف بتطلق بسهولة، مرة بالبيت توصل الورقة. في طوايف ما بتطلق لو شو ما صار، أو أوقات معلش بلا ما نكذب على بعض وما حدا يزعل من رجال الدين، بتحط ضيفتك ما بتطلق بيقولوا لك سر، يعني بالطوايف المسيحية أوقات بيغيروا شوي بيروحوا عند الجيران بيطلقوا بسهولة كتير، بيروحوا بيعملوا أشورة. لا أشورية حيصيروا يعني مع تحياتنا إنه لا حيصيروا طايفة كبيرة كتير بفترة، مذكر إنه بعدهم عم بيزيدوا هلأ عم بيزيدوا بشكل بيزيدوا لأنه في معضلة حقيقية الكنيسة اليوم ورجال الدين بس خاصة الكنيسة، لأن موقف متقدم ونحن يمكن مسيحية أهيانا نحكي إذا ما كان فيها هيك نوع من إصلاح حقيقي رح يصير أوضاعنا بالشرق مثل أوضاع الكنيسة بأوروبا، تبعد عن مجتمعها. رح شوف على القداس قديه بيجنس، ليه صار هيك؟ لأنه لازم الكنيسة تكون مليابل بمحل معين، لازم تكون الأمور تلحق مجتمعها تلحق شبابها وين رايحين. أنا سمعت الأب اللي كان عم بيحكي مع احترامي له الأب أبو كسم وبعرفه يعني شخصيا، أب مسوح بيحكي غير عنه، أب جورج مسوح بالعكس بيقول الدولة المدنية ضرورة بلبنان، ضروري نكون متساويين أمام القانون، أنا وأنت و18 منزل يكون في عندهم قانون واحد، إذا ما تساوينا أمام القانون ما فين نكون مواطنين، نحن مش رعايا نحن مواطنين. طب كمان بدي ارجع اقول انه بعدني مش عم بفهم الموقف الكتير متحجر وقت اللي مثل ما كان عم بيقول شيخ في سياسة سعد. بدك اقولها بصراحة في سياسة بدك. طب سياسة كمان. شو هون اثنين بيحبوا بعضهم. لا في لحظة سياسة لا. شو لحظة. اولا في سياسة واهم من السياسة في مصالح، عندك السلطة وعندك المال، يعني انت عم تجي تدق بشغل. طب ما كان عندهم هالمشكلة بتركيا؟ اجت العلمانية بتركيا من 1920، اندونيسيا وماليزيا وتونس، في دول كتير. هولي شو بنقول عنهم؟ هولي كلهم عقود مدنية. طب بس قصدي ما كان عنده نفس المشكلة انه كان في رجال دين؟ ما بتعرف لازم نروح ندرس اجتماعيا وتاريخيا ليش كل الدول بيزبطوا بمحل معين بيصير في وطن
ودولة وهيبة، وليش هالبلد؟ شو ما بنعمل وبأي مشروع بنطلع بيطلع لك معارضين أوقات من دون أي منطق. إذا بخبرك شو سامعة أنا هالأسبوعين، كنا trend of the week على تويتر، بس إذا حدا بيشوف شو سمعنا شو اجينا كمان ما بيتصدق. قصص عن جد ما انت معنا على كل حال وعم بتكون ناشط. انا اللي بيوصلنا اللي بيوصل لي على الانبوكس يعني شيء ايه ما بيتصدق. ايه في منهم ما بدنا نطلع من ديننا، مين عم بيقول لك اطلع من ديننا؟ حب دينك اكثر، بس اسمح للي بده خلينا يتجوز نكون واعيين. هلا نحن بتيوصل يصير في مشروع قانون، شو لازم يصير؟ يعني لانه انا بقول عاجلا ام اجلا بدها تصير، في أكثر يعني في اكثر من طريقه، بس نعم بس كيف بتصير الطريقه؟ في طريقه عبر البرلمان مثل كل القوانين، هذا قانون عادي. نعم في لازم يتقدموا 10 نواب. مزبوط، ما في ما بيلتقى 10 يعني نواب. يعني يا بدك مشروع قانون يا بدك اقتراح. يا استاذ سيرج بنرجع لنفس النقطة، خايفين مش كذابين، بعتذر على التعبير. رح اقول لك شو انا بشرطك، شفتوا اللي بحبها لابولا بتقولها لقلك ما هي كذابين. في اكثر من 100 نايب وانا مسؤوله عن حكي بايده وبشكل واضح الزواج المدني، اكثر عم كون تكون 100% اكيد من اللي عم بقوله، بس بيجوا بيقولوا لك ما بدنا نشوف، نوقف على خاطر رجال الدين، نشوف اهلنا بعد مش كتير فاهمين الموضوع. هيك بتصير الامور. مثل اليوم اذا المجتمع المدني، اذا الارض بتتغير، هن بيتغيروا، هن بيقلبوا مع الناس. شو بده جمهور اليوم؟ شو بده يسمع؟ ما يطلبه المستمعون ان كان بياخذهم على الصواب، تسمعنا انه نهار التنين بدهم ينزلوا، ان كان مبدأهم او مش مبدأهم بيروحوا ما يطلبه المستمعون. وبدي اقول لك هون بحيي الرئيس الحريري، لان انا امبارح ما توقعت موقفه بصراحه، انا تفاجأت، لان بعرف انه الكل يعني عم بيقول له انه هذا موقف منه شعبوي. لا حكي، طلع رجل مبدئي. اليوم بدك قاضي، ومثل كمان موقف الرئيس سليمان، بدك قاضي يقود الناس ليوم احسن، لبلد افضل، لما نأسس لحرب أهلية جديدة كمان مرة جديدة. كل بلد ولاد حروب بيقولوا لنا شو بدكم بهيك شغلة؟ كيف ممكن شو بدنا بهيك كيف شغلة؟ ممكن الشعب بيقول إذا بده أو ما بده بتظاهرة مثلا؟ بتظاهرة عم بيقولوا التنين بدهم ينزلوا على ساحة الشهداء، هل كم واحد اللي معتقدين إنه بعدنا نحن فينا نغير إذا نزلنا؟ نوقف بساحة الشهداء الساعة 3-4 بعد الظهر ونقول لا نحن بدنا إنه يصير في زواج مدني اختياري. أنا بتمنى مش يكونوا إجباري. نتمنى. بس كمان بدي اقول لك في كثير اشخاص صار لهم من زمان عم بيشتغلوا بهذه المساله، نحن بنحييهم ونحن حدهم كلهم، كل اللي عم يشتغلوا ايد واحده نحن داعمينهم. وهون ما في حياه صحافي وغير صحافي ده. كمان بتسمع انه انت شو اقول لك، انت لازم تكون محايد. محايد بشو؟ بالمسائل اللي لها علاقه بوطني واخلاقيه وانسانيه. ما في حياه صحافي قدام مجزره، ما في حياه صحافي في هون الانسان بيشي. وعند الواحد رأيه كمان بالنتيجة، هالشغلة مدنية يعني ما انها سياسية، هي مدنية. صح يعني صح. دروا سوسيال يعني مفروض تكون تحصيل حاصل إذا بدنا نقول الأمور طبيعية. على كل حال نحن منتمنى لي كل حظ ورح ندعمك. بس خليني أقول إنه بـ13 نيسان نعم في عرس وطني كبير، لح ينقام لا نضال وخلود. يحيى جابر قائد هذه المسيرة، مسيرة هذا العرس الكبير الجامع. بدنا نحضر وبدنا نحشد لهيدا النهار 13 نيسان ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية. بدنا نحوله ليوم وطني جامع عابر للطوائف. رح يكون عنا بعد وقت نرجع نحكي عنه أكيد إن شاء الله، وبرجع بعيد ومتكلين عليك على السوشيال ميديا بليز العريضة سيرج قد ما فينا العريضة نقدر أنا نمضيها ونقول لهم نحن كتار مش الطائفيين والمذهبيين كتار. برجع بعيد انه هو اختياري منه اجباري، ما حدا مجبور. ميرسي كتير بولا عن جد، ميرسي على التوضيح. وكمان مرة رح نضلنا متابعين الموضوع قد ما فينا على السوشيال ميديا، وبتصور انه اذا كل السوشيال ميديا بيتفقوا على هالشي بيكون اكتر بكتير من كل التلفزيونات بلبنان. وهالشغلة لازم يعرف فوا جماعة التلفزيونات وجماعة السياسة انه السوشيال ميديا هن اللي بيقرروا شو بده الشعب. هذا كان كل شيء لليلة، بتمنى تكون عجبتكم الحلقة، واذا بدكم فيكم ترجعوا تلاقونا سبت الجاي بنفس الوقت. رح اترككم هلا مع نشرة الاخبار مفصلة، نحن فينا نكمل مشاوراتنا وتعليقاتنا على السوشيال ميديا على تويتر وعلى فيسبوك. تصبحوا على خير.